موزيك فم الإذاعة الأولى في تونس. بالنسبة للوضع الوبائي كما تفضل قال سيد الوزير حاليا احنا قاعدين نسجلوا في عدد الحالات يوميا اللي هو قاعدين معناتها في نفس النسق. احنا فما عدة ولايات قاعدة تشهد مازالت في ارتفاع في درجة في عدد الحالات المسجلة يوميا وارتفاع في عدد الوفيات. هناك ولايات اخرى قاعدة تشهد في استقرار وهناك ولايات أخرى قاعدين نشوفوا في نوع من التقلص في عدد الحالات، لكن نحب نأكدوا اللي راهو كما تعرف في كل حالة وبائية فما الانفستيغاسيون تاع ليبيديمي اللي هي التقصي الميداني للحالة الوبائية اللي يعتمد على عدة مؤشرات، من بين المؤشرات هذه هي عدد الوفيات. نسبة الوفيات هي مهمة برشا واللي هي مؤشر يعطينا فكرة على تطور الوضع الوبائي، وعنا نسبة ظهور الحالات كذلك هي مهمة ياسر، وعنا أكل توزيع الحالات حسب الزمن واللي هو مهم برشا باش نشوفوا إذا كان الحالات هذه قاعدة ترتفع وإلا قاعدة في استقرار. كما قلنا الحالة الوبائية حالية هي تختلف من جهة إلى جهة وفي نفس الجهة من معتمدية لمعتمدية، اللي خلينا نحب نأكدوا على ضرورة استمرارية الوقاية واستمرارية تطبيق الإجراءات الوقائية، لأنه مازلنا احنا في وسط الإبيديمي، ما نجموش نقولوا توا اللي الإبيديمي ورانا، الإبيديمي مازالت موجودة، الإبيديمي الحالات مازالوا قاعدين نسجلوا فيهم، العدوى مازالت، احنا كأننا في غابة لو فو أبخي في برشا بلايص، قاعدين نحاولوا باش نسيطروا على الحريق ككل. إذا كان الحريق مازال موجود في بلاصة نسميه مازلنا ما سيطرناش. إذا احنا مازلنا في عملية التقصي الميداني، الحالة الوبائية مازالت متواصلة، واحنا نحب نأكدوا على ضرورة مواصلة تطبيق الإجراءات الوقائية اللي تم اتخاذها، لأنه هي الوحيدة الكفيلة باش تقلص من عدد الحالات، ويلزم عدد الحالات وعدد الوفيات يشهد معناتها تقلص احنا نحب ونخلطوا له يكون معناتها متواصل في الزمن، وهذا اللي ان شاء الله نحب نطمحوا له. بالنسبه لنا احنا قاعدين نتبعوا في الوضع الوبائي الاجراءات اللي تم اتخاذها من شانها باش تعاون على تقليص عدد الحالات. حاليا ما نجموش نجزموا لانه يلزمنا اكثر فتره باش نقيموا فيها الاجراءات هذه ونشوفوا عدد الحالات كيفاش باش يتواصل، وكذلك عدد الوفيات. اذا مازال ما نجموش توا نحكموا، احنا يلزمنا نواصلوا في تطبيق الاجراءات هذه، هي مازالت فين بدات، احنا اليوم نهار اربعة وهي بدات من اخر الاسبوع اللي تعدى، يلزمنا ساعة نواصلوا فيها، وعملية التقييم هي متواصلة. حاليا مازال الخطر نتاع الفيروس هذايا موجود، لكن الاكيد انه تطبيق الاجراءات هذه تطبيق الاجراءات، نحب ناكد على تطبيق الاجراءات، مش لفات ان قلنا فما اجراءات، تطبيق الاجراءات هذه من شانه باش يعاوننا وباش يعاون على تقليص عدد الحالات، وهذا اللي احنا نطمحوا له. وعذاك علاش انا نرجع وناكد على ضروره تطبيق الاجراءات اللي تم وضعها، راهي حاليا معنا كان سلاح هذايا في دينا، وما نجم نسيطروا على الوضع الوبائي الا ما يكون معناتها الوضع الوبائي يكون كله في جميع المناطق في الجمهوريه التونسيه، يكون فما تقليص لعدد الحالات. كما قلت لكم كان مازال فما حالات في منطقه معينه تقعد باقي تشكل خطر، ينجم الفيروس هذا يرجع ينتشر من جديد. هذاك علاش نقعد مركزين، اكثر حاجه نحبوكم تعاونونا فيها هي ضروره تطبيق الاجراءات الوقائيه. احنا الاهم حاجه نحب نقولوها اللي احنا لا بوبولاسيون اللي هي لا بلو توشي اللي هي ما بين 35 و 60 سنه اللي هما لا بوبولاسيون ديناميك اكتيف الكل، هي اللي نحبوها تحافظ على البوبولاسيون لا بلو زاجي باش تحافظ عليها باتخاذ الاجراءات الوقائيه، باش الاشخاص هذمنا ما نعرضوا لهمش للعدوى، باش الاشخاص هذمنا معناتها ما يمشيوش للاماكن المكتظه، الاشخاص هذمنا ما يمشيوش للاماكن اللي يجموا يتعداو فيها. هذا هو
النصائح اللي احنا قلنا عليها عملنا ما قلنا باش نعملوا لهم حجر صحي للاشخاص هذم، لكن قلنا هذم الاشخاص يلزم نحاولوا باش نوفروا لهم الدويات نتاعهم، نحاولوا باش معناتها نتواصلوا معاهم على طريقه الوقايه، ونكونوا احنا معناتها فاعلين هي اللي هما الاشخاص الصغار في العمر، نكونوا فاعلين باش ما ننقل لهمش العدوى ليهم هما. هذا هو المجهود اللي احنا نطالبوا به، نطالبوا باش الفئه العمريه هذه اللي هي اكثر عرضه للحالات الخطره واكثر عرضه للوفيات ان نحاولوا باش نحافظوا عليها باتخاذ الاجراءات الوقائيه، وباش نقعدوا نلتزموا حتى في عائلاتنا، خاطرنا احنا اذا كان نخرج نمشيو نخدموا نرجعوا نجموا نكونوا عندنا الفيروس هذا وما عندناش اعراض، نلتزموا حتى في عائلاتنا بارتداء الكمامه، بالتباعد الجسدي، بتطبيق الاجراءات نتاع حفظ الصحه، خاطرها من شانها باش تخلينا نحافظوا على الفئه هذه.